مساء الخير عليكم. في آية أنا بصدق فيها قوي، الآية دي بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيشيل كتف حاجة إلا لو كان قدها. كان عندي كابوس لمدة 50 يوم، مش قادرة أتكلم على تفاصيله دلوقتي، أو مش عايزة أتكلم على تفاصيله دلوقتي، أقدر أتكلم عليها لما هقدر أتكلم عليها، لكن إحنا كان لازم نطلع. اولا كان لازم نطلع عشان احنا عندنا رساله، والرساله دي لازم نكملها. كمان كان لازم اطلع علشان انا هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقول لكم ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر، وانه مهما حصل مهما الواحد مهرب حاجات مش كويسة، لكن ربنا موجود. اختبار صعب، والحياة اختبارات، والحياة امتحان. كل واحد فينا عنده امتحان شكل، وكل واحد فينا بيمتحن في مادة شكل، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته. ولا وقتك زي وقتي، ولا ورقتي هتنسحب في نفس الوقت اللي ورقتك هتنسحب فيه. لكن أنا هي الست اللي كنت بقولك هتعدي، وانا كمان متأكدة انها هتعدي بالوقت والصبر والدعاء والصلاة، هتعدي. وانا طالعة النهاردة رغم ان انا كان عندي الاختيار او الامكانية ان انا ما اطلعش، واني استنى حتى بعد رمضان، بس انا صممت ان انا اطلع عشان زي ما بشجعك كمان بشجعني. وزي ما قلت من دقيقتين انه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ان مع العسر، ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر، وقالها مرتين علشان يأكدها. وجزء من يسري الكبير كنت انتو، كمل دعوات كتير، دعت لأمي الله يرحمها وهي عايشة وهي ميتة، لو كنت قعدت عملت فلوس كتير أو كنت بقيت ملكة الدنيا ما كانش هيحصل. ناس كتير وقفت جنبي، أهلي وصحابي، كل الناس اللي في السي بي سي، أشخاص ربنا سخرهم علشان يكونوا جزء من اليسر. احنا بشر، كل واحد بتحصل له حاجات لازم يصبر عليها ويستحملها، حتى لو العقل مش مستوعبها او القلب مش مستحملها، لكن هو ربنا قال وبشر الصابرين، فاحنا لازم نقول الحمد لله ونصبر. انتوا وحشتوني جدا جدا،
وأنا متشكرة جدا عشان في الأزمة دي ما حسيتش اللي أنا عملته في الخمس سنين اللي فاتوا راح، بالعكس أنا بشكركم جدا، بشكر دعواتكم جدا، بشكر كل الناس اللي دعوا لي ودعوا لأمي الله يرحمها، بشكر زمايلي وزميلاتي، وبشكر الإدارة، بشكر أهلي، بشكر النجوم كتير في كل حتة. بشكر شخص معين هو قاعد بيتفرج عليا وقف جنبي، أنا بشكره. احنا مكملين الحلقات عادي جدا لحد رمضان. كل اللي أنا هطلبه منكم طلب بسيط قوي عشان أنا حاولت أتملك نفسي قدر المستطاع، إن في خلال الست حلقات دول أنا عارفة إن أنتوا عايزين تعزوني، بس خلي التعزية في القلب، خشوا اكسبوا وسألوا وعملوا كل اللي أنتوا عايزينه، وأنا حاسة بيكوا وشايفاكوا وعارفة قد إيه بتحبوني. انتوا فاهميني ها؟ مشاهداتي العزيزات، بناتي الحبيبات، خلينا نبدأ حلقتنا تقرير بسيط ونرجع ليكم من هي وبس. النهارده معانا شيماء، هنعمل معاها حاجه جديده اللي هي البوتوكس للابتسامه اللثويه. بنعمل ايه؟ بتكون في عضله هنا في الجنب ده تبقى مسؤوله عن رفعة اللثه بالشكل ده، لما بنحقنها بوتوكس بترتاح فما بيحصلش تكشيف للثه اللي موجوده دي. نشرح مع بعض ونوري دلوقتي البوتوكس بيتعمل ازاي. شيماء النهارده لما جات لي كانت بتشتكي من ان هي عندها وشها بهتان، عايزه شويه نضاره، عايزه حيويه في وشها. يا دكتور انت ممكن تعمل لي ايه؟ فكرت معاها ان احنا هنعمل لها الجروس فاكتورز، او هنعمل لها المواد البنائيه، وهنعمل لها فيتامين سي، وهنعمل لها كوينزيم كيو 10، وحاجات كتير قوي قوي بتعمل تفتيح ونضاره وتحسن الكولاجين والدمويه اللي موجوده في الوش. يا ترى بندخلها ازاي للوش؟ بنستخدم الديرمابين. الديرمابين ده جهاز لطيف قوي، معاه سنون بيكون العمق بتاعها نص ملي، 7 من 10 ملي، حاجة بسيطة خالص نشتغل بيها على كل الوش بأعماق مختلفة وأماكن مختلفة، بتحسن معايا مدارة، بتحسن معايا الأثار البسيطة اللي موجودة في الوش، بتفتح اللون، بتوحد لون البشرة وتخلي فيه مدارة وحيوية للبشرة، وده هنشوفه مع بعض لما نعمله شيماء إن شاء الله. احنا معانا النهارده شيماء، بعد ما عملنا لها ازاله جير وعملنا لها قص لسه اكتشفنا ان هي بس محتاجه تبييض. طبعا زي ما دكتور نور قال لنا ان الابتسامه المثاليه اللي هي هوليود سمايل ممكن نحصل عليها مش بس بالفينيرز، احنا بنحصل عليها بالتبييض وممكن كمان التقويم. فحاله شيماء معانا النهارده اكتشفنا ان احنا بس محتاجين تبييض. ايه هو التبييض؟ هو عباره عن جل بنحطه على الاسنان وبنحط عليه لايت 3 او 4 سيشنز على حسب ما بنحتاج. السيشن بيكون 15 مينتس. بتعمل ايه؟ بتدينا نفس نتيجه الفينيرز، اللون الابيض بتاعها، بس بيبقى فيه بس شويه بريكوشنز بناخدها 3 ايام مثلا، نشرب وناكل حاجات بيضاء او ترانسبيرنت، مفيش سموكينج، بعد كل وجبه يا ريت نغسل اسناننا، بعد كده بنعيش حياتنا طبيعيه خالص وبناخد نفس نتيجه الفينيرز.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واول ضيفه معانا جهاد حازم. نورانا جهاد، اهلا بيكي. مكشره ليه جهاد؟ طب انا كشر انا. لا انت لازم اللي يشوفك يضحك ويبقى مبسوط. ربنا يخليك يا حبيبتي. جهاد عندك اكاديمي اسمها تنوره اكاديمي، مظبوط، لتعليم التفصيل والخياطه وكذا. بالظبط. طيب طبعا جهاد بتهديكوا 10 دورات تدريبيه لتعليم التفصيل. بالظبط كده. وعندي وهبتدي بقى من هنا السؤال، ايه الفرق ما بين تعليم التفصيل والباترون؟ هو جزء منه، يعني التفصيل ممكن يبقى ان انا اجيب قماش وابتدي اشتغل عليه على طول وبعد كده يطلع منتج، اما الباترون ان انا ببتدي اخد مقاساتي دي واشتغل بيها على ورق، والورق ده هو اللي ببتدي احطه على القماش بديزاينز معينه واطلع منه المنتج اللي انا عايزاه، بيكون عمليه دقيقه اكتر. قد ايه وقت بناخده عشان نتعلم التفصيل وقد ايه وقت بناخده عشان نتعلم الباترون؟ الاثنين مرتبطين ببعض، يعني ما اقدرش اجزأ ده عن ده، ولكن من اول يعني 3 سيشنز بنبدا نتعلم باترون وتفصيل الاثنين. ايوه، الثلاث مرات دول بتبقى مدتهم قد ايه؟ بيحصل فيهم ايه؟ بنتعلم باترون الاول اكيد ولا تفصيل اول؟ لا، باترون الاول. الباترون الاول بالظبط، باترون الاول، وبعد كده نبدا نتعلم ازاي نتعامل مع اي مكنه ونتعامل مع اي خامه، وبعد كده نبدا ان احنا نفصل بقى. خلاص احنا كده وصلنا للمرحله الاساسيه، يعني الاثنين بيمشوا مع بعض، ما ينفعش ده من غير ده. طيب بما اني صاحبه اكاديمي وعندك ناس بيدرسوا تعليم التفصيل، فعايزاكي تقولي لي كده في خطوات بسيطه تعليم التفصيل، يعني الاول بتعلميهم يقصوا باترون ايه، وبعدين تقعد على انهي مكنه، وبعد المكنه بنجرب في قميص ولا بنطلون الاسهل كقطعه، جاكيت، فستان. طيب اول حاجه لازم نتعلمها احنا ازاي نرفع مقاسات مظبوطه، يعني ما ينفعش ابدا اتعلم تفصيل وانا مش بعرف امسك المزوره وابتدي اقيس مقاسات مظبوطه. بعد كده بنبدا نعرف ايه هي انواع الاقمشه وازاي اقدر اتعامل معاها طول وعرض عشان اعرف اتعامل مع القطعه نفسها. بعد كده بنبدا في عمليه رسم الباترون. الباترون طبعا انواع كتير، احنا بنبدا ناخد اكتر حاجه مناسبه للجسم المصري والعربي. بعد كده بنبدا نتعامل مع المكنه ازاي نقدر بعد ما قصينا الباترون وحطيناه على القماش نقدر نطلع قطعه كامله على المكن. موضوع المكن ده فيه كلام كتير قوي، ولكن انا دايما بقول ان انت كست في البيت او كبنوته بتبتدي مشروع، ابتدي باقل الامكانيات، يعني لو عندك المكنه القديمه السودة بتاعت ماما وتيتا في البيت ابتدي بيها وبعلمهم عليها. تنفع؟ طبعا تنفع كويس جدا، لان زمان ما كانش في غيرها وكانت بتنفع. عندك امكانيات ان انت بقى عايزه تبتدي مثلا براند او تبتدي شغل، خلاص ببتدي ارشح لهم انواع كتير من المكن الصناعي اللي هو بيبقى بتاع المصانع. ده بالنسبه للمكن. بالنسبه بقى ان هي بعد قد ايه، احنا المفروض من تاني محاضره بالكتير بنبدا نطلع قص، يعني بتبدا تطلع اسهل حاجه اللي هي الجيبه، اسهل حاجه نقدر نطلعها. أوكي. وهي اساس كل القطع اللي احنا بنعملها بعد كده، سواء بقى بلوزه او فستان او عبايه او اسدال، الجيبه هي اساس اي حاجه، وهي اصلا اللي بتميز تنوره، لان هي الحاجه الوحيده اللي الستات بس اللي بتلبسها. ما ينفعش ستات ورجاله. انت مسمياها اوكي تنوره اكاديمي. بالزبط. انا ما ربطتش ان تنوره يعني تنوره زب. يعني الجيب بالظبط، فهي الحاجه الوحيده اللي بتميز، يعني راجل وست بيلبسوا بنطلون بيلبسوا شميز بيلبسوا اي حاجه الا الجيب، فهي اكتر حاجه بتميزنا، عشان كده بنبدا بيها. وهي عمليا في ترتيب اي كتب من كتب التفصيل بيبتدوا دايما بالجيب. تديهم كتب تفصيل؟ كام كتاب بتديهم؟ لا بديهم كتاب انا اللي عاملاه. انت اللي عاملاه؟ بالظبط. عامله ازاي؟ عاملاه من خلاصه التجارب، من الحاجات اللي بنقع فيها. بصي هو مفيش كتاب تفصيل مصري 100%، كله بتبقى كتب اجنبيه واحنا بنبدا نترجمها او نضيف عليها. احنا بقى بدانا نشتغل على كل اشكال الباترون الفرنسي والايطالي والاسباني، وبدانا نعمل حاجه تنفع مع اجسامنا المصريه، وبديها لهم في كتاب صغير كده خاص بيا. طيب انت قلتي دلوقتي انه تعليم التفصيل والباترون بيبدا من 3 مرات تعليم. بالزبط. ولا في خلال 3 مرات؟ لا هو طبعا في كورسات مختلفه كتير، وانما كورس المبتدئين بيبقى 12 محاضره. 12 بيتعلموا في ال 12 محاضره ده من اول ازاي تقعد على المكنه، ازاي تاخد مقاسات، ازاي ترسم باترون، ازاي تحترف الباترون كمان مش بس ترسمه، يعني تطلع منه افكار كتير وتشريحات كتير،
وتقص القماش، تقدر تتعامل مع اي خامه، وكمان تقدر تتعلم البلوزه بكل اشكالها، العبايه بكل اشكالها، بنطلون بموديلاته وبلوزه بموديلاتها، خلال 12 محاضره 12 محاضره تاسيس بيخلوها تقدر بعد كده تتعامل مع اي قطعه. في بنات بتكمل بعد ال 12 محاضره؟ في ليفل كتير اعلى من كده. لحد كام؟ لحد مثلا لو بنقول مثلا مره في الاسبوع نقدر نقول 6 شهور، يعني تقريبا 24 محاضره. 24 مره بالظبط. وبعد ال 24 مره دول تبقى ايه؟ تبقى اللي هي عايزاه، يعني بيحددوا بقى. في حد مثلا بيبقى عاوز يبقى يعمل براند خاص بيه، يعمل قطعه او قطعتين ويبدا يبيع مثلا. في حد بيبقى عايز يشتغل تفصيل، يعني زي ستات البيت بيبقوا عايزين يعرفوا يعملوا اي قطعه لاولادهم او يصلحوا اي حاجه بيقدروا يعملوا ده. في ناس بتبقى عاوزه تعمل اتيلي، تعمل فستان زفاف، تعمل فساتين سواري، تقدر تعمل ده بعد ال 24 محاضره. طيب ال الستات العشرة دورات اللي انتي بتهديهم للستات او البنات أوكي. هتبقى كم مرة؟ 12. طيب معلش عايزة اعرف مكانك فين علشان لو انتي في التجمع الناس بتاعت اكتوبر. لا احنا فيصل في الهرم. فيصل وهرم. طيب حلو قوي. بعد ما يخلصوا الدورات التدريبية سواء العشرة ستات بتوعنا او اي حد تاني بيتعلم في تنورة اكاديمي، بتوريهم بقى الطريق. انا شايفه دلوقتي صور هي على الشاشه واحنا بنتكلم، ده المنتج بتاع البنات اللي اتعلموا عندك ولا ده المنتج بتاعك؟ لا ده منتج البنات، انا مش حاطه اي صور ليا النهارده خالص. كل الصور دي البنات اللي اتعلمت في تنوره اكاديمي. على فكره الصوره دي البنوته لسه ستيل في ال 12 محاضره، لسه ما خلصتش المبتدئين بالظبط. وانتي بتوريهم بقى يجيبوا القماش منين والزراير منين؟ كل حاجه، القماش منين، العراوي، الزراير، العراوي، المكان المختلف يتعاملوا معاه ازاي، يشتروا خامات منين لو جمله او قطاعي لو هم بيعملوا لنفسهم، يبداوا براند ازاي ويسوقوا للبراند ده ازاي، كل ده. طريقه التسويق بالزبط. كمان. طيب والمكان بتاع الخياطه انتي بتوريهم بقى يشتروا المكان منين؟ كل حاجه من اول ما بتيجي مش بتعرف يعني ايه ابره وفتله، وبعد كده بتبدا تنطلق بقى. يعني احنا بنحطها على اول الطريق وبنسيبها هي تكمل. وعلى فكره معظم البنات اللي صورهم معروضه النهارده بداوا بالفعل براندات، فتحوا مشاريع. بالظبط فتحوا مشاريع بالفعل. طب وانتي العشره بتوعنا هتوريهم ازاي يكملوا لحد ما يعملوا؟ بس مش العشره بتوعك وبس، لا اي حد بيدخل تنوره اكاديمي. وكمان بيبقى فيه دي حاجه بقى لتنوره، بيبقى اي حد عنده حاله خاصه، يعني ارامل، مطلقات، ذوي احتياجات، يقدروا ان هم يكلمونا في اي وقت على مدار السنه، مش اوفر معين، يقدروا ياخدوا خصومات وياخدوا كورسز فري كمان طول الوقت من اول ما فتحت من 6 سنين، وده موجود عندي من اول ما بتدريب. للمطلقات والارامل وذوي الاحتياجات. ذوي الاحتياجات الخاصه بالظبط، او ذوي دلوقتي القدرات صحيح الخاصه صحيح. بتعملي لهم خصومات او في ناس هديه صحيح. دورات تدريبيه كامله كامله. ربنا يجازيكي خير. ربنا يخليك. طيب فاضل لنا سؤالين. اتفضلي. هل انتوا او هل انت بتوري خلاص انت دلوقتي بتوريها او بتعلميها ازاي تعمل منتج من الملابس وازاي تسوق له، لكن كمان في حاجه ثانيه. انا سمعت انه في اقمشه بتلم الجسم بتخسس بالظبط، وفي اقمشه بتتخن. هل انت بتوريها هي كست بقى نوعيه القماش اللي تقدر تستخدمها، تفصل لنفسها فتداري ايوب او ديفوهات الجسم؟ ايوه شكرا. اول محاضره عندنا احنا بنتكلم فيها عن حاجه اسمها ستايلنج. ستايلنج ده بيعلمك ازاي تقري جسمك ده انهي شيب، شكله ايه، وايه اللي بينفعك من الموديلات ينفع تعمليها وايه اللي ما ينفعكيش. الخامات دي السمك بتاعها تخين فما ينفعش مثلا الحد المليان، دي سمكها قليل فهتديني مثلا فوليوم، الست المليانه ما تعملش كشكشه مثلا كتير عند الوسط، الطويله ما تلبسها حاجات مقلمه بالطول، كل ده بنقوله ده من الكورس. وكمان كنا عاملين دوره لسيدات، السيدات اللي بتعمل عمليات استئصال ثدي بيبقى عندها مشكله ان هي مش عارفه تلبس اللبس اللي يخليها شكلها جميل، كنا عاملين لهم دوره تعلمهم ازاي يلبسوا وازاي يفصلوا حاجات يقدروا ان هم يلبسوها تبين فعلا جمالهم اكتر. يعني بتوريهم ال ال الموديلات اللي تنفع لشكلهم بالظبط. طيب سؤال اخير بقى، الميزانيه. حلو. اكيد في تنوره اكاديمي في سيدات تستطيع انها تبدا مشروع بميزانيه عاليه، وفي سيدات لا تستطيع. صحيح.
بتعملي انت ايه بقى في الموضوع ده؟ طيب دايما بقول لهم ان هم لازم يحددوا هدفهم، يعني مش لازم علشان ابدا تصنيع ملابس يبقى عندي مكان كبير كتير وورشه كبيره ومقص دار وباترونيست، لا انا ممكن احدد منتج واحد وابتدي اتقن المنتج ده وهو ده اللي انا هعمله لوحدي وابتدي اسوق للمنتج ده، لما راس المال يرجع ويبدا المشروع بتاعي يكبر شويه هبتدي ازود منتج تاني وتالت ورابع، يعني بعلمهم ازاي يبتدوا المشروع واحده واحده، واحنا شغالين بديهم افكار كتير قوي ان هم يبتدوا ده. هل يا جاد حصل عندك انه في مثلا بنتين او سيده وبنت او كذا، واحده مثلا تخصصت في التنورة اللي هي جب والتانيه في الجاكيت، فانت عرفتيهم مثلا ببعض يشتغلوا مع بعض يفتحوا مشروع مع بعض في كل واحده وتخصصها؟ هل حصل ده قبل كده؟ حصل كده. حصل. واحيانا يعني بيتعرفوا مع بعض جوه الجروب نفسه وبيبتدوا يقرروا ده من بدايه جوه الدوره التدريبيه. جوه الدوره التدريبيه. كان انتي نورتينا وجزير شكر ليكي ومتشكره جدا على العشر دورات التدريبيه، هنحط حالا على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك البوست بتاع تنورة اكاديمي. تنورة اكاديمي تهدي 10 سيدات او بنات 10 دورات تدريبيه لتعليم التفصيل والخياطه وقص الباترون، ده ان شاء الله هيكون على 12 مره ومكانهم في الهرم. فاحنا بنقول المكان لانه احنا اكتشفنا ان في دورات كتير قوي احنا اصحاب الاماكن بتبقى موجوده، وبعدين هم بيبقوا ساكنين الناحيه الثانيه في مصر فما بياخدوش الفرصه وممكن تضيع الفرصه لحد تاني، عشان كده قررت ان انا اقول المكان. ميرسي على الدورات التدريبيه الهديه دي، كتر الف خيرك. كنا قاصدين ان احنا نبتدي بتنورة اكاديمي وان احنا نهديهم حاجه تنفعهم، 10 سيدات او بنات هيتعلموا هتعرفي تفتحي مشروع وهتعرفي تجيب الاقمشه منين وتعرفي زي ما بيقولوا يبقى عندك دخلك خاص بيكي انت. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي يا حبيبات، فاصل قصير جدا نرجع ليكم من هي وبس. أنا طول الوقت بقالي 5 سنين بقولك إنه حاجات كتير قوي لازم تاخدي بالك عليها أو منها، منهم النظام الغذائي بتاعك، لأنه أنا بصدق جدا إن كل ما الواحدة بتهتم بشكلها الخارجي وبتهتم بنفسها وبتهتم بجسمها صحتها بتبقى أحسن ونفسيتها بتبقى أحسن، المود بتاعها بيبقى أحسن حتى في مواجهة المشاكل. طبعا احنا كبني ادمين المود بتاعنا طالع نازل طالع نازل طالع نازل، كستات بقى بيبقى عندنا شوية فترات كده، او في نوعية كده من الناس يتزعل تاكل، يتزعل قوي تاكل قوي، يتفرح قوي تاكل قوي فتتخن جدا. فقعدنا ندور مين اللي يكلم معانا في الموضوع، مين طبعا اكيد 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 مفيش غيرها غدا معتو. انت منوراني النهارده. منورك والله. حقيقه والله منوراني. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. احنا طول الوقت يا غدا لما بنتزنق بنقول لك تيجي بقى ايه منوريني. المقدمه بتاعتي، في ناس لما بتكتئب او تزعل تتوتر تلاقيها فجاه تخنت. اوكي. صحيح؟ ده حقيقي. او لو سعيده جدا وفي حالة عظيمة تلاقي بتقولك نفسي اتفتحت على الأكل. ده حقيقي. صحيح؟ ده حقيقي. ده حقيقي؟ ده حقيقي. وممكن كمان في بداية أول زعلهم ما ياكلوش خالص. مش في ناس ما بتيجي تزعل قوي تلاقيها نفسها اتسدت ومش عايزين ياكلوا وحس انهم هيرجعوا مش عارفين ياكلوا أصلا، عشان الموضوع بيبقى ليه شقين. أول حاجة إن الستريس أو الضغط يبقى لمدة قليلة، حصل موقف لحد في الشغل في يوم وحش، اتعصب، حادثة، حاجات اللي هي بتحصل، الواحد بيبقى الأدرينال جلاند بتفرز حاجة اسمها الأدرينالين كلنا عارفينه، ده بيخلي الواحد مش قادر ياكل، تيجي حد ياكل يروح مرجع، مش متقبل أصلا فكرة إن هو ياكل، نفسه بتتسد. اوكي. ليه؟ لان ده حاجه اسمها بتبقى السمباثاتيك في الجسم، يعني حاجه كده طويله طبيه بتبقى شغاله اول بقى، ونسبه قليله قوي من الكورتيزون. طب لو احنا بقى الاسترس ده بقى اسلوب حياه، الاسترس اللي احنا عايشين فيه، انا عايش تحت ضغط بيت في الشغل في طريق اللي بروحه زحمه، ده بقى استرس
قائم في حياتي. طب ايه اللي بيحصل؟ شويه هرمونات بتبتدي تتغير في جسمي تخليني ابدا اكل تحت ضغط اللي هو الستريس ايتنج. ليه بقى؟ ابتدي ابقى عايز اكل اكل اللي هو اسمه هايبر ابليبتيك فود، اللي هو الاكل اللي ترجمي ترجمي حاضر الاكل اللي مليان سكريات، اللي هو اديكي طب تاكلي فراخ وملوخيه شوكولاته، عايز سكر وعايز الحاجات اللي فيها الدهون العاليه لسببين، لان ده بيعلوا السيروتونين والدوبامين اللي هما بيحسنوا المود وقتي، خلينا نبقى متفقين انه وقتي مش على طول، بلس ان اصلا طعمهم حلو، فتلاقيني ميال قوي ان انا عايز اكل الاكل ده، شوكولاته حته حاجه حلوه جاتو بالظبط كده. عايز اكل الاكل اللي هو مسكر، او على فكره خدي بالك في ناس ما بتبقاش مايله للحاجات المسكره، في ناس بتبقى عايزه تاكل فاست فود، يلا الساعه 3 الفجر هطلب بيتزا، انا عايزه اطلبها دلوقتي حالا، اشمعنى؟ طب ما ممكن ناكل طبق سلطه، لا انا عايز البيتزا بس. ودي اول ساين تتاكد فيه علامه ان انا كده بعمل ستريس ايتنج، يعني انا باكل تحت ضغط مش عشان انا جعان، تحت توتر قصدي، عشان متوتره او متضايقه. بالظبط بالظبط، فده اول علامه ان انا ابتدي اغير نظام اكلي، وابتدي حتى لو حد مش ماشي على نظام غذائي، ما هو ممكن يكون بياكل عادي خضار مع شويه رز مع البروتين بتاعه، لا تلاقيه مش عايز ياكل الاكل ده وعايز ياكل سكريات، انا عايز اكل تورته، انا عايز اكل شوكولاته، مش عايز. حلها ايه دي يا غاده؟ حلها احنا كده بنجيب بنجيب اخر الموضوع، حلها اول حاجه ان انا اعالج اصلا الستريس اللي عندي، الضغط التوتر. انا متوتر ليه؟ ما هو احنا دلوقتي بناخد مسكن، لو انا مصدع بسبب ان انا ارهاق تمام هاخد المسكن وهيعمل افكت، لكن لو انا اصلا عندي كرونيك ديزيز يعني مرض مزمن هو اللي بيسبب لي صداع، انا لازم اعالج المرض نفسه، فلازم اشوف ايه الستريس اللي عندي ده سببه ايه وابدا اعالجه. دي اول حاجه. تاني حاجه صعبه قوي انت بتقولي ده، بس ماشي. ما هي خطوات هنعملها كلها ومش هنستنى الريزلت بتاعنا فجاه، لان اول حاجه انا عايزه بس قبل ما اقول لك العلاج عايزه اقول لك ان انا لازم افرق بين ان انا فعلا جعان ولا ان هو اصلا مجرد علشان الضغط العصبي اللي انا موجود فيه. طيب انت عايزه تقولي العلاج اخر حاجه، خلينا نكمل الكلام اللي احنا الاسباب كنا بنقول. عشان ابقى فاهم جسمي بس بالزبط. مش اكتر. انت قلتي دلوقتي انه المواطن او الانسان اللي بيبقى تحت ضغط او متوتر او عنده مشاكل ممكن الاول ما ياكلش بالزبط. وبعدين بعد كده لو الاسترس فضل مستمر فتره طويله حاجات حلوه جدا يبتدي او حاجات مشبعه بالدهون. مظبوط. حلو، هل ده بيحصل مع الأشخاص اللي سعيدة جداً ولا لا؟ ممكن يحصل الناس برضو اللي سعيدة جداً بيبتدي نفسهم تتفتح شوية على الأكل، بس بيحصل في الأغلبية للناس اللي عندها ستريس، عشان بيحصل فيه خلل في الهرمونات اللي في الجسم، في هرمونين اللي هم الليبتين والجرينالين دول بتوع الجوع والشبع، فبيبتدوا يحصل فيهم شوية لخبطة، فالبني آدم ما بيبقاش عارف يفرق هو جعان فعلاً عشان جعان ولا جعان علشان هو متضايق، وده بيبي انديكيشن انه لو انت جعانه بجد معدتك هتلاقيها مغاصت عليك شويه، تحسي وجع في معدتك مهما جعتي، الايموشنال ده اللي هو النفسي عمرك ما بطنك هتوجعك، اي حاجه هتاكليها في الجوع العادي هتبتدي تشبعك، يعني خدتي طبق سلطه خضار اي حاجه هتشبعك، لكن التاني بيبقى عايز ياكل اكل معين بالذات، فلازم ببقى انا مش طب اجيب لك اكل، اجيب لك حاجه معينه، كل السلطه لا لا لا، خضار لا لا لا، طب زبادي لا، طب شوفان لا، انا عايزه اكل شوكولاته، انا نفسي في ايس كريم دلوقتي حالا، لا انا هجيب باتيه وكرواسون حالا، هو بتلاقي دماغه وبالذات لما الدهون المشبعه تخش في ميكس مع السكريات زي الكيك مثلا الدونتس، انا مدخل لك دهون مشبعه ودهون كمان ترانس فاتس اللي هي الزيوت المهدرجه مع عليها سكر، فانا كده بديكي حاجة وجبة كاملة بقى تضيع التوتر وقتي وقتي، بس على المدى البعيد بتزود الكورتيزول في جسم البني آدم فيبتدي يزيد في الوزن وموده يبوظ أكتر ويبقى حس إن هو تعبان، وبدأ الموضوع هيبقى إدمان، بدأ يربط إن هو موده يبقى كويس وقتي بالحاجة الحلوة اللي هو هياكلها دي. أوكي. فبدأت إن هو ما بقاش عارف هو إيه ماشي إزاي، علشان زي ما قلتلك الاثنين هرمونات دول بيبقوا زايدين جدا جدا، بلس اثنين هرمونات مهمين جدا جدا، اول واحد فيهم الكورتيزول بيبتدي اول ما البني ادم يعيش نفسه تحت ضغط بيبتدي الستريس الكورتيزول ليفل ده بيبتدي يزيد يخليكي مش قادره تركزي وتربطي ان انت لا سكري قليل، لا السكر في الجسم في وقت الكورتيزول بيبقى عالي جدا في الدم السكر، بس بيبقى البني ادم مش قادر يركز على طول، بيحس بخمول ومش قادر يعمل حاجه، فيبتدي بقى والجسم يبتدي يخزن فات وبالذات في منطقه البطن، ففي حاجه انديكيشن يقول ان دايما اللي بيتخن منطقه بطنه ده دايما تخن على ستريس
متوتر متوتر، فدايما بيتخن من منطقه البطن والجناب. كمان الكورتيزون بيعمل مشكله اسمها مقاومه الانسولين، لما يبتدي يزيد قوي بيعمل حاجه اسمها مقاومه الانسولين. كلنا نعرف الانسولين ده بتاع ايه؟ بتاع اللي هو بيطلع من البنكرياس، انسولين ده بيطلع من البنكرياس علشان السكر بيبتدي يزيد فيبتدي يقلل السكر اللي في الدم. هو الانسولين اصلا بيروح يخبط على الخليه يقول لها اسحبي السكر ده جوه، يا اما خزنيه علشان هنستخدمه يوم تاني. وكمان بيخزن الفاتس، فلما يحصل عندي بسبب الكورتيزون العالي ان الانسولين بقى فيه مقاومه، فمهما يعلى الجسم مش فارق معاه، فيبتدي يخزن دهون ويعلي ويقلل معدل الحرق. فيبتدي واحد يجي واحده متضايقه وما بتاكلش غير وجبه واحده في اليوم وكام حاجه كده مسكره، فالكالوريز انتيك بتاعها او السعرات الحراريه اليوميه مش عالي، بس عماله تتخن. طب انا بتخن ليه؟ عشان بدا الجسم يعمل كورتيزول ليفل فيه عالي ومقاومه الانسولين كمان، بقى في مقاومه للانسولين، فبدا الجسم اي حاجه بياكلها بيخزنها ويحولها دهون ويبقى يصعب عمليه الحرق ويصعب التكسير بتاع الدهون في الجسم. انت تقصدي ان كمان الناس اللي بتاكل وجبه واحده بس في اليوم ومتضايقين هيلاقي نفسه هتلاقي نفسها بتزيد في الوزن بتزيد في الوزن ومش عارفه ليه. ما انا ما باكلش اصلا، معلش هي وجبه، لو حد كل وجبه في اليوم ايه يعني 700 كالوري سعر حراري كام هياكل؟ وبتزيد إيه؟ وبتزيد لانه بسبب الهرمونات. عشان كده انا حبيت افهم الناس يبقوا فاهمين جسمهم، هي مش فكره انه هاكل ايه، وكمان ان انا اكل وجبه واحده في اليوم ده بيقلل معدل الحرق، لان الجسم المفروض حتى لو انا ماليش نفس اقول لكم تب كده صغيره، انا ماليش نفس اكل ومتضايقه، حط جنبك مكسر، حطي جنبك مكسرات، اشربي مشروبات اللي هي هقول لك عليها في الاخر اللي هو الشيا سيدز، حاجات محطوطه في الميه. انا ماليش نفس اكل بس هاخد سناكس، حط جنبي جزرايه تفاحه، ماليش نفس بس كل. انت قصدك ان المعده تبقى شغاله عشان تحرق علشان الانسان بالظبط ما علشان ما اخليش معدل الحرق يدروب لتحت يقع ليه؟ فعبال ما يطلع تاني بياخد وقت، لا انا عايزة على طول يبقى قريب لبعضه. يجي انا كلت ساعتين هاكل حاجة تانية، حتى لو ماليش نفس اكل وجبات صغيرة قوي علشان تبتدي تعلي معدل الحرق ونبتدي نعالج مقاومة الانسولين والكورتيزول العالي ده عشان اقدر اخس. لإلا كده البني ادم هيخش في سايكل، هو ما بيقلل في اكله وما بيخسش، بيقلل في اكله وما بيخسش. ده سبب ليه احنا ممكن نكون ايه، او انتي ممكن تكوني بتاكلي قليل وما بتخسيش. غاده هي قالت طيب حل ايه؟ هنعمل ايه؟ اول حاجه زي ما كنت بقول لك في الحل ان لازم ندور على ايه اللي عامل عليا ضغط واحاول اقلله، او على الاقل في ناس ما تقدرش تشيل الضغط من عليها، في ناس عايشه كلنا عايشين تحت ضغط باختلاف انواعه. طب هعمل ايه؟ هشغل نفسي في اي حاجه تانية. يعني انا دلوقتي عليا ضغط في الشغل، ادور على اي حاجه جديده اعملها بحيث انها تخرجني على الاقل وقتي، لان احنا كستات بالذات ما اعرفش ليه بنحب نفكر في اللي مضايقنا. يعني في حاجه مضايقاني، لا هفكر فيها، انا كان في حاجه مضايقاني، فحاول على قد ما اقدر اشغل نفسي باي حاجه تانية. المديتيشن اللي هي التامل والعلاجات اللي هي الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي واليوجا، ده حاجات مهمه جدا جدا. تنظيم النفس، اللي انا ابتسم كده ودخل نفس واسيبه شويه جوايا واطلعه على عدد لمده دقيقه، مش مره واحده ولا مرتين، لمده دقيقه وما فكرش انه هيحسن. تنظيم النفس ده بجد بيعلي بيحسن المود. ده لما افكر، يعني لما يبقى لما عندي اكتئاب خلاص. انا يا ستي عندي اكتئاب خلاص، عندي اكتئاب وعايز اكل شوكولاتايه دلوقتي حالا، اوكي اعمل بقى اللي انت بتقولي عليه ده؟ اشغل نفسي في حاجه تانيه. حلو، اول حاجه دي اول خطوه، اشغل نفسي في حاجه تانيه حتى لو مش قادره انسى الحاجه اللي مضايقاني. طيب تاني حاجه هبدا، يعني لو في عامه ريجولرلي هبتدي اعمل يوجا والمديتيشن فاين، ابتدي انظم نفسي، اخد نفس عميق واطلع. اعملي كده ورينا كده. واكتمه شويه جوايا واطلعه واحده واحده. حلو، لمده دقيقه، واعمل التمرين ده كذا مره في اليوم. أوكي. ده بيعلي المناعه، بيدي اشارات للمخ انه انا سعيد. ولو عملته بابتسامه على وشي، يعني لو انت متضايقه جدا وبصيتي في المرايه وعملتي غصب عنك اشارات مخك، العضلات بتاعه وشك لما تبتدي تبتسم وتعملي نفس ده غصب عنك اشارات هتروح للمخ انا مبسوطه، حتى لو انت مش مبسوطه. طيب. فهنبتدي اعمل نفسي علاج وقتي. طيب التمرين نص ساعة يوميا بيبتدي يخرجني ويقلل الكورتيزول، والعلاج الوحيد للمقاومة الانسولين الرياضة. تقصدي الرياضة؟ أمر اتمرن على الاقل نص ساعة.
بس ما اعملش اوفر تريننج، يعني لو اتمرنت بزياده وشلت اوزان زياده واوا ده بيعلي معدل الكورتيزول، فاتمرن يعني على نص ساعه، نص ساعه على الاقل يومين على حسب طبعا لو انا رياضي او مش رياضي. طيب بس ما اتكش على نفسي في التمرين. طيب طب هعمل ايه تاني؟ ابتدي ادور على سناكس تعلي السيروتونين، حاجات اكل طبيعي اكله يعلي السيروتونين ليفل، السيروتونين اللي هو هرمون السعاده، بدل الشوكولاته والحلويات والكيك والحاجات دي. السيروتونين مش موجود في الاكل، موجود التريبتوفان اللي هو بيتحول في الجسم للسيروتونين. طب ده موجود في ايه؟ يعني الناس لو عايزه تعمل حتى سيرش يدوروا على الاكل اللي فيه ماده التريبتوفان. طيب ايه بقى الاكل؟ المكسرات. عشان كده لما جيت قلت لك انه لو انت متضايقه خدي مكسرات. اوكي الفواكه بالذات الموز والباينابل اللي هو الاناناس، عندك السمك السلمون في نسبة عالية من التريبتوفان، بلس كمان انه في اوميجا 3 واوميجا 3 بتحسن المود. الشيا سيدز اللي هي السيدز اللي هي البذور كلها، بذور الشيا بذور عباد الشمس، كل الحاجات دي بتبتدي تحسن المود. بس مش وقتي، يعني مش هاخد كوباية فيها شيا سيدز وشوفان وحاجات زي كده دلوقتي حالا، لا. كل حاجة هتديني الافكت بتاع، يعني كل اللي احنا قلنا عليه ده هيبتدي يحسن على المدى الطويل، فما بقاش مستني الريزلت دلوقتي حالا. طيب عايزه اتكلم علمي، مفيش حاجه تحسن دلوقتي؟ يعني لو واحده دلوقتي بتفرج عينها في ايديها شوكولاتايه، اوكي، بسبب ان هي ستريسد او متضايقه، خلاص اوكي، دلوقتي حالا اللي هي تعمله ايه؟ انه موضوع النفس ده، النفس، وتبدا تنزل تتمشى لو مش متاح ليها ان هي تروح لاي مكان رياضي، تنزل تتمشى، وهي بتتمشى تعمل تمرينات النفس دي، هترجع مش هتبقى عايزه تاكل الشوكولاته، مع ان هي تمشي على اللي احنا الوجبات اللي هي بتحسن المود دي عامه في حياتها تدخلها في اليوم بتاعها ده. بس انا عايز اسالك سؤال، هل انت لما بتبقي متضايقه وبتاكلي الشوكولاته مودك بجد بيتحسن، ولا مجرد انت بتضحكي على نفسك علشان بتحسي ان مودك اتحسن؟ يعني فعلا المشاكل كلها بتمشي. وانا مش عايزه اقول بس يعني معلومه هتخرب لك الموضوع خالص. ايه؟ لا قولي لي. هتخربه لك؟ لا 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 عادي، انا باكل شوكولاته طول الوقت. طب مودك بيتحسن؟ انا الشوكولاته عشان مودي. انت بتحبيها؟ اه. طيب ماشي، يعني نبتدا، يعني حاولي، انا عارفه انت من مره فاتت قلتي لي ما بتحبيش الدارك شوكليت وبتكرهيها، بس نحاول نقللها على قد ما انا مرت. انا مش باكلها بكميات خالص، انا أوكي. ما باكلش شوكولاته بكميات، أوكي. يعني ممكن اخد بار، اوكي، بس هل بجد انت بتحبي الشوكولاته؟ لو احنا بنتكلم على حاجه يعني ممكن تكوني بتقولي لي بصراحه. اه يا غيده، انا عارفه انت بتتكلمي علم، بس انا بتكلم بني ادم. بس انا بني ادم، انا الفتره اللي فاتت بصراحه كان عندي شويه مشاكل فظيعه كده كلنا، فعملت ستريس ايتنج لمده 3 ايام، كنت باكل كل حاجه وحشه انت ممكن تتخيليها في حياتك. وحصل ايه؟ مودي ما تحسنش، بالعكس انا زدت في الوزن، فبدات اتضايق واحس ان انا لا لبسي بدا يدي عليا سنه، فبدات اتضايق. ففعلا انا جربت على نفسي، انا مش بقول كلام علمي بس، انا قبل ما اقول اي حاجه ببتدي اجربها على نفسي. يعني انا مره كنت متضايقه وكلت حلويات، لبيت رغبتي من جوايا وكلت حلويات، مودي ما تحسنش، وعكست نزلت اتمشيت، انا رجعت ناسيه اصلا انا متضايقه. يعني اول ما اتضايق انزل اتمشى، اقوم العب رياضه، شغلي على اليوتيوب اي حاجه، فيديوز من اللي هي فيها رقص، واحاول افكر في اي حاجه تانية غير الحاجه اللي مضايقاني. حتى هفتكرها تاني، بس كل شويه احاول اشغل نفسي بحاجه تانية. والتمرين عامه يوميا هيبتدي يقلل الهرمونات اللي انا حكيت لك عليها في الاول، الكورتيزول، وهيقلل مقاومه الانسولين اللي حصلت في جسمي بسبب السؤال الاخير. اوكي، هل شرب الميه ليه علاقه بالموضوع؟ يعني لو انا شخص مثلا بشرب ميه كتير في اليوم واتضايقت، أوكي، حصل لي حاجه بتاع مش عارفه ايه، هل فكره ان انا بشرب ميه كتير بيقلل من فكره ان انا بروح للحاجات الحلوه وانا متضايقه، ولا ملوش علاقه؟ بصي، هي ليها علاقه بس مش دايركت، يعني مش عارفه دايركت يعني مش مباشر. مش مباشر بالظبط. الميه بتاخد حيز من المعده، الفيتاليتي كلها بتاعه الجسم، فليها لما انا ببتدي ازود الميه بقلل من السكريات. بس خدي بالك، انا لما باكل سكريات بشرب ميه بالزياده، لان كل جرام سكر انا بدخله بيبقى عايز 3 ميه، فابتدي يجيلي احتباس للميه، بس مش ميه حلوه، الميه اللي احنا بنشربها من غير حاجه بتخرج وبتحسن الجسم. بس انا ما تاكلي شوكولاته تلاقيني عايز تشربي ميه بعديها، صح ولا مش صح؟ ليه؟ لان كل كربوهيدرات بتحب الميه، بس بتحبها في الميه وتخزنها في الجسم، فتملى جسمي ميه، فتبتدي كمان تزود وزني وزن زياده كذابه. عشان كده الدكاتره ساعات يمنعوا لك الكربوهيدرات، فالمريض يروح ايه ده انا خسس 5 كيلو في اسبوع انا مبسوط قوي، عشان ده الميه اللي نزلت مع الكربوهيدرات مش الدهون اللي متخزنه.
ما كانش ينفع نجيب غير غدا معتوق تيجي تفيدنا في الموضوع ده والله العظيم. في كمان الاثنين الوصفتين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو شيا سيد بالليمون. يلا نجيب بذور الشيا في كوبايه معلقه نعصر عليها ليمونه وميه ونسيبها ربع ساعه ونشربها. اوميجا 3 تريبتوفان هتحسن المود جدا جدا جدا. بلس حاجه اسمها السيليوم، قشور السيليوم دي مليانه فايبرز بتسد نفس اللي جعان فجاه ياخدها وبتحسن المود. برده نفس الكلام مع الميه، الاثنين دول بيحسنوا المود وبيسدوا النفس وبياخدوا حيز المعدن. حتى لو نفسك في الشوكولاته خدي ده الاول وبعدين هتلاقي نفسك بدل ما تاكلي بار هتاكلي مكعب واحد. تنورتينا النهارده. ثانك يو ميرسي والله فعلا يعني احنا قلنا الموضوع ده هو انت. ثانك يو جدا. ميرسي جدا. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. الناس لما بتقول لي بنتك شغاله ميكانيكي بقول لها اه شغاله ميكانيكي اسمها لوستا سارة. لوستا سارة ديت حاجه فكره بره الصندوق شويه. حبيت ان انا اثبت للناس حاجه ما هياش موجوده في الزمن ده او في الفتره دي، ان ازاي البنت تتحلى مهنه، يعني مهنه ذكوريه شويه، ان هي ممكن تغير فيها شويه حاجات كده، ان البنت ممكن نشتغل فيها. ما كنت بروح اي مكان كانت بتقف في كتفي تشوفني انا بعمل ايه، فلما شافت مره واثنين وثلاثه وعشره ومية فهي قالت انا عايزه اشتغل في المجال ده مع اخويا. فتحنا الورشه وشغلها هي واخوها. لما جيت ان انا اشتغل في المهنه قلت لا انا هطور بقى، رحت خدت كورسات كشف اعطال كمبيوتر ازاي اطلع العطل بسهوله. كل اب بيشوف ولاده بطريقته. انا بنتي ب 100 راجل حاليا. هو انت هتعرف تشتغل في العربيه؟ هتفهمي حته الحديده ديت فيها عطل عامل ازاي؟ طب يلا يا شاطره هات لنا حد يشتغل في العربيه. دلوقتي بقى بيجي لي زبون لحد عندي، بيجي لي زبون من القاهره، بيجي لي زبون من الاسماعيليه، وجاي لي زبون من السويس، يعني زبوني كله يعتبر غريب، بلف الجمهوريه. لكل اب يشوف طموح بنته، يشوف طموح بنته، لو هي عايزه تشتغل اي شغلانه ما يبخلش عليها. ما يبخلش عليها لان مش هتبقى هي مرحله كده معينه ان هي مثلا خلصت تعليم اتجوزت، لا ممكن يكون عندها طموح. ممكن تشتغل اي حاجه طول ما في فكر وهي عايزه تشتغل. الاسطى ساره نوران ده نورك. ليه ليه بتفضلي يقول لك يا اسطى؟ بفضل الحته دي علشان انا لقيت نفسي فيها، لقيت نفسي ان انا موجوده في الحاجه دي، فحبيت ان انا اكون الاسطى ساره. طب احكي يا ساره بقى. انا اولا عندي 23 سنه، معايا دبلوم تجاري، مانيش واخده كليه هندسه، والدي في المهنه من اكتر من 35 سنه. حبيت ان انا اطور الشغل بتاع بابا، اقول له بقى انت تعبت وكفايه عليك كده بقى، فقمت واخده كورسات كشف اعطال كمبيوتر. حبيت اطور من الشغل بتاعي اللي هو اشتغل في العجل الحديث مش العجل البدائي اللي هو الفيات والبيجو والكلام ده كله اللي هو العجل القديم، لا انا طورت. فخدت الكورسات بتاعت كشف اعطال الكمبيوتر وجبت جهاز كشف اعطال، ودلوقتي فتحت ورشه لوحدي غير بابا وبطور نفسي واحده واحده. انا من المنصوره ميت غمر في قريه اسمها ابو نبهان. وهي الـ الـ الورشه في المنصوره صحيح؟ اه. طيب عندك اخوات ولاد؟ عندي اخ واحد. ما اعترضتش على فكره ان انت تفتحي مركز صيانه و تتعاملي مع رجاله وكاوتش عربيه وتيل وحاجات كده وفرامل لا 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 ما اعترضتش خالص، حتى واقف في ظهري وواقف معايا في الورشه وبيساعدني، مع انه مهندس مساحه وخرايط بس ساب المساحه والخرايط وبقى معايا في الميكانيكا. بالك قد ايه فاتحه الورشه؟ انا فاتحه ورشتي بقالي 5 شهور، بس في قبل كده ما كنت مع بابا في الورشه التانيه بتاعته. كام سنه؟ هنقول 3 4 سنين.
برافو. انت عندك كام؟ 23. يعني بتشتغلي انت عندك 19 سنه؟ اه. معلش ممكن اسالك سؤال اللي هو العادي ده، بس عايزه افهم ايه اللي خلاك تعملي كده؟ عشان بابا قدوه ليا من الاخر، وانا بنته الاولانيه اول فرحته، بيقولوا البنت حبيبه ابوها بقى. فكان كل حاجه كنت مع بابا، يعني رايح يجيب اكسسوار انا معاه، رايح يجيب اي حاجه انا معاه، فحبيت كده. لا انا خلاص بقى، يقولوا بقى البنت حبيبه طبابا، بس مش في البيت، لا في الشغل كمان. ايوه بس هو عاده البنات بتفكر انها تحب وتتجوز وتخلف وخلاص. الابهات كمان، مش عايزه اقول معظمهم، لكن فيهم نسبه كبيره بيبقى عايز يشوف بنته في بيت جوزها ومتجوزه ومخلفه وكذا. انتوا عكستوا الايه؟ تمام. انا لما جيت فتحت الورشه حبيت الارياف. ليه بقى؟ علشان عندنا في الارياف اللي هو العادات والتقاليد، وان البنت اخرها الجواز. انا بقى غيرت القاعده دي، يا بقى عم في حاجه اسمها شغل، وكل واحده ممكن تساعد جوزها، ممكن تساعد شريك حياتها، بس مش شرط بقى اللي هو تشتغل شغله معينه. انا دخلت بقى ايه، هنقول بقى دخلنا على الناحيه الذكوريه شويه. مهنه ذكوريه بمعنى المهنه الذكوريه بجد. فكل تعاملاتي مش قليل جدا ما يجي لي ست معاها عربيه عايزه تصلح العربيه بتاعتها، بس كل تعاملي بقى مع الفئه كلها بتاعت الرجاله. كلميني عن تعاملك مع الفئه كلها بتاعت الرجاله. في الاول انا كنت بقول هو انا ازاي هعامل الراجل، تمام، اللي في شغل مش هعامله في حياه تانية. فبابا قال لي حاولي ان انت تعملي ليكي وضع في شغلك. فحبيت ان انا، يعني انت شفت ساره في الورشه مش زي ساره اللي قدامك، ساره في الورشه مبهدله ومشحمه ومزيته، حتى الاهتمام بالنفس اللي هو كبنت مش موجود. مال ساره اللي قدامك اللي هي البنت اللي رجعت اللي هي بنت تاني. حبيت بقى ان انا افصل بين الشغل وافصل بين حياتي كبنت. تلبسي عفريتة؟ ها؟ ايوه. ما انا لازم اكمل شغل دوت واحده واحده واحده، يعني مش هبين ان انا بنت قوي ومش هبين ان انا راجل قوي، في الحته اللي هي اسمها الوسط، الوسيط بين دي ودي. ما بيخشكيش رجاله توصلك كده اللي هو دي ست مش هتعرف تعمل الكلام ده؟ كتير جدا. اول موقف حصل لي في الورشه بتاعتي، عمري ما انسى الموقف ده. كنت انا يعني تحت العربيه بعمل حاجه في العفشه كده، فلقيت واحد بينادي بيقول هي دي ورشه اللوسته ساره. قال له امال فين اللوسته ساره؟ قلت له طلع له من تحت العربيه. قلت له نعم، عايز ايه؟ قام رد قال لي يلا يا شاطره شوف لنا حد يصلح العربيه. قلت له انت مش واثق فيا؟ قام رد قال لي لا مش واثق فيك. اما لقاني بقى بعرف احل العمه واحل كابل من البطاريه وارفع بوكوريك وامسك الدريل احل العجل. ده طلعت الحكايه صح، اهو احنا اللي كنا مفكرين ان انت اسم بس. طيب كلميني عن الرجاله اللي ممكن تبقى تبص بصه مش كويسه، تقول كلمه مش كويسه. فاهمه حضرتك، انا بقى في الشغل تعاملي محدود جدا، مفيش ضحكه، مفيش هزار، مفيش الكلام ده. حضرتك عايز ايه؟ حتى عامله في ورشتي، الورشه في جنب ومكتب في جنب، في قاعده حلوه كده، اتفضل اقعد على ما اخلص العربيه بتاعتك. الذوق موجود في كل حاجه، ممكن باسلوب انا، يعني لو حد عايز يعكسني، حد عايز يتكلم معايا، حد عايز يعمل اي حاجه باسلوب انا هغير كل ده. فعشان كده بقى جبت بقى ايه، ما انا دخلت في شغلنا اهو، عمالين يقولوا بقى عايزه قوه وعايزه عضلات وعايزه وعايزه. لا مش عايزه كل ده، هي عايزه ده، عايزه دماغ، عايزه فكر، عايزه فهم. لو جالك عليه سؤالك بطلي الشغل هتعملي ايه؟ هقول له لا طبعا، شغلي اهم من اي حاجه. يعني انا عارفه ان مفيش راجل بيبقى على ست، مفيش راجل بيبقى حياته عن يعني عشان واحده. فانا حبيت بقى حاجه تانية، ان انا يكون ليا كيان وكارير، حتى لو معايا راجل الكيان والكارير ده انا مش هغيره. عاجبني، عاجبك سارك على كده تمام، مش عاجبك يلا مع الف سلامه. ما انت كده كده بتشتغل، ما انت كده كده بتدخل فلوس. هو انا يعني لو دخلت جنيه وانت دخلت جنيه وحطيناهم على بعض يبقى وحش؟ دماغ صح. وانت عايزه تعملي كده؟ انت عايزه تتجوزي واحد تبني نفسك معاه؟ انا لما اجي اتجوز هشرط اول شطر ان هو شغلي اهم. انا ماشي، انا عندي استعداد ان انا اتجوز، بس ما تقوليش سيبي شغلك عشان حياتنا. لا انا عندي استعداد ان انا مش هشتغل بايدي، هشرف، هجيب حد يشتغل عندي وامسك انا الاداره، بس شغلي لا. يعني بعد اللي انا عملته ده كله هتيجي تعترض بقى على حته صغيره؟ لا. جالك سؤال من الكنترول دلوقتي اهو على دي. بيقول لك طب هو دلوقتي لو جالك عريس
كبارة كده تمام ويقدر يصرف وكل حاجة تمام. مش هتقعدي؟ لا برضك لا مش. بص هقولك على حاجة، أنا خدت في حياتي كم موقف كده تمام، هما اللي أوّنوا كده يعني، اللي خلى اسم اللوستة سارة كذا حاجة ورا بعض. اولا انا مش هقولك ان انا ما عنديش ثقه في الرجاله، هي الثقه انعدمت شويه. ليه بقى؟ من كتر اللي انا شفته في حياتي احب اقول ان الراجل من الاخر مهما كانت معاه مين، لو ملكه جمال في الدنيا دي كلها مش بتلزمه من الاخر. لا مش كله، لا في كتير. لا مش كله لا. تصدقيني انا، وده هو البرنامج هي وبس. لا في نماذج محترمه، في رجاله كويسه ماشي انا عارفه، في رجاله بتصون ستاتها وبت بت بتزقهم ان هم يشتغلوا وينجحوا بالاصول. العفو يا استاذ حلمي. مخرج مبسوط من الكلمتين دول. طيب خليني اسالك عن ساره البنوته مش القصه ساره. تمام. تعرفي تنظمي حياتك ازاي كونك كبنوته وبتخرج مع اصحابها، او كانت بتدرس، كنت بتدرسي 19 سنه يعني انت كنت بتدرسي ومع والدك في الورش، ربنا يخليهولك في الورش تمام، تخرجي مع اصحابك وتروحي كوافير اكيد كل حاجه. بصي حياتي ماشيه يعني، انا بنزل ورشتي بفتح الساعه 9 الصبح تمام وبنام بدري. بفتح من يوم الساعه كام يعني؟ لو جت الساعه 10 ونص ده يبقى كرم من عند ربنا. ما هو مجهود وتعب. بخلص شغلي من يوم السبت ليوم الخميس، دوت شغل متواصل، اجازتي بس الجمعه. بخرج للخميس بالليل للجمعه مع اصحابي، وبنظم حياتي وبساعد ماما في البيت وبعمل معاها كل حاجه، وما بيبقى ما عنديش شغل بخش معاها البيت اساعدها في كل حاجه. تطبخي بقى وتكنسي و ست بيت شاطره. تعرفي تطبخي؟ انا قبل ما بطلع الورشه سريري يكون متنظم، هدومي مترتبه، حاجتي كل حاجه في مكانها. شغلانه مربحه؟ مش قوي. مش قوي. عندك طموح ان انت تفتحي ورشه ثانيه وثالثه في محافظه ثانيه ومحافظه ثالثه؟ نفسي افتح جدا في القاهره، لانها بلد عمليه جدا وبلد بيحبوا كل فكره جديده من الاخر. نفسي بعد كل اللي انا وصلت لده يعني مش هبقى ساره اللي هي الصغيره اللي في ورشه، لا انا عايزه يبقى عندي اكبر مركز متكامل في صيانه الميكانيكا، ومين جايز ان احنا ممكن نصنع كمان عربيه كمان. برافو. وزيره التضامن كرامتك صحيح؟ وزيره التضامن الاجتماعي، وزيره الصناعه نوفين جامع، وزيره الهجره نبيله مكرم، وزير محافظه الدقهليه ايمن بيه مختار، النائب بتاع الدايره بتاعتي، رئيس مجلس المدينه، الجمعيات الخيريه كلها. لما شفت التقرير بتاعك ما اعرفش مين اللي كان عامله، قلت بعته للفريق الاعداد وقلت لهم انا يشرفني اني اكون قاعده قدامك. وده شرف ليا طبعا ان انا معاكي، انا بحبك جدا على فكره. ربنا يخليك يا روح قلبي. فالتكريم بيبقى انا فاهمه جزء من النجاح. انت ما شاء الله الله اكبر لسه 23 سنه تمام. يعني لسه يعني انا ضعف عمرك على فكره، يعني انت 3 سنين وضعف عمرك. مش بهزر. انا هتم 40 فانا تقريبا ضعف عمرك. انت لسه قدامك الحياه كبيره وعظيمه، علشان عندك ما شاء الله ربنا يا حبيبتي يديكي طول عمر، عندك سنين كتير قوي تعلمي فيهم وتكبري وتفتحي في محافظه واثنين وثلاثه وتنجحي اكتر، واحنا معاكي اهو. ما هو النهارده لما يتحط مثلا بوست بتاعك على الفيسبوك مثلا بتاع البرنامج بتاعنا، زي ما اتحط قبل كده عند حد تاني وانا شفته تمام، انت هنا هتفضلي تكبري لحد ما هتلاقي ربك سبحانه وتعالى خلى حد يشوفك زي ما انا شفتك وزي ما غير شاف عند. ايوه فاهمه. ويساعد ويزق ويحاول، هو هي الارزاق كده. انا من مكاني ده ومن معاكي انت بالذات، عشان انت شخصيه بجد بحبك، لاني بحس ان انا باخد القوه منك بصراحه. يعني انت قلتينا النهارده قصه ساره ده نورك، واحنا ناس كتير قوي يعني ان شاء الله باذن الله تكون بتتفرج علينا وتكون بتتفرج على ساره
وتقدر تساعدها في فكرة ان هي تتعلم اكتر، تطور من نفسها اكتر، علشان هي بنوتة طموحة او القسطة، بلاش بنوتة عشان هي النهاردة جاية معانا قسطة، فهي القسطة صارت شخص او شخصية طموحة ونفسها انها تكبر، نفسها انها تتطور جدا في عالم السيارات. فلو في اي حد بيتفرج علينا وعنده الخبرة او الامكانية لده ارجوكم اعملوا كده، وتقدروا طبعا تتواصلوا معاها من خلالها او من خلال البرنامج بتاعنا واحنا نوصلكم ببعض. مش عايزه صوره بقى اكلمك بقى كمان. مش عايزه صوره، نورتينا. نورتيني يا حبيبتي. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي احبابات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي مو بس. تحبي الراجل يشارك في شغل البيت ولا لا وليه؟ احب ان الراجل يشارك في شغل البيت طبعا، لان هي الحياه مشاركه، فطبيعي مش الست عليها كل حاجه، لازم يشارك. مفيش نقاش، لازم يشارك. انا احب ان الراجل يشارك الست بتاعته في كل شيء، مش في شغل البيت بس، لان هي هو لو مقدر الله تعب هي بتشيل، فهو ما فيهاش اي حاجه لو هو عمل معاها اي حاجه. بالنسبه لو معاهم اولاد يبقى ربنا يكرمهم كده ويساعدوا بعضهم ويبقى جيل المستقبل ان شاء الله. لا احب عادي، الموضوع طبيعي يعني، بس في اوقات معينه يعني، مش لما ابقى راجع انا من الشغل وتقول لي اعمل كذا، فمش هينفع يعني. هبقى جاي من الشغل تعبان وتقول لي لا اعمل ده لا اعمل ده، لكن في وقت فراغي يعني، في اجازتي مثلا ممكن اعمل حاجه، لكن مش في كل الاوقات. طبعا يا فندم احب اشارك طبعا في الاعمال المنزليه مع زوجتي واولادي. ليه؟ لان الحياه مشاركه طبعا. بصراحه لا، لان انا طول يومي في الشارع فشغال، فبالتالي بروح يعني على الراحه خلاص. تاني حاجه انا يعني كل واحد ليه بيلعب في ملعب، فانا ملعبي اللي انا اوفر لهم كل امكانياتهم الماديه اللي هم محتاجينها وراعيهم، هم في البيت بقى بيكملوا الشق الاخر. لازم الراجل يشارك في البيت لانه دي الحياه مشاركه، ولازم المفروض ان الاثنين يتشاركوا فيها، دي طبعا اكيد يعني. بحاول بقدر الامكان انا يعني اساعد في البيت على اللي انا اعرفه يعني، ده حاجه ايجابيه جدا. ورب الاسره لازم يكون برضو مشارك في كل حاجه، ولازم يحسس اهل البيت عنده ان هو موجود معاهم وان هو متواجد، ودي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كان بيشارك في اهل بيته في كل حاجه. لا ما يعني انا لو شايفه ان الراجل عنده وقت ان هو يكون متواجد في البيت وعنده وقت ان هو يساعد مراته ما فيهاش مشكله يعني، دي حاجه ما تقلش منه. شايفه الفتره اللي فاتت دي كانت فتره كورونا، وفي معظم الرجاله متواجده وقت كبير في البيت، فما فيهاش مشكله ان هو يساعد في شغل البيت يعني. هل انت او هل انتي مع ولا ضد ان الزوج يساعد مراته في البيت، في تفاصيل البيت، في التنظيف والغسيل والعيال وكذا؟ طيب خلينا اول نرحب بضيوفنا. دكتور اميره يحيى حضرتك منورانا يا فندم. استاذ محمود الضبع حضرتك منورنا النهارده. اهلا بيك يا نوري. احنا هنحط دلوقتي بوست على الفيسبوك عشان بس نشوف مين مع دكتور أميرة ومين مع الأستاذ محمود اللي هو جاي متحفز جدا باين عليه، وسمعت ان هو عنده آراء قوية جدا، وهو مش ضد عادي لكن ده ضد جدا الحقيقة. فاحنا دلوقتي حطينا حالا كان موجود على الشاشة الصفحة بتاعتنا بتاعت هي وبس، هنحط البوست ونشوف قد ايه نسبة مع دكتور أميرة اللي هي بتساند جدا، صحيح؟ ايوه تمام. وموافقه جدا على فكره ان زوجها لازم يساعدها؟ طبعا، فكل اعباء المنزل، كل اعباء الحياه كمان، لان الحياه مشاركه. حضرتك متزوجه؟ وزوج حضرتك بيساعدك؟ وعندي اولاد، وعلى قد ما بيقدر ما بيتاخرش، ولولا ان انا لولا ان انا هنا النهارده في كل الـ 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 الواجبات المنزليه. لا هو الحياه مشاركه صحيح، فاحنا بنتشارك مع بعض في كل التفاصيل. فيعني لازم الزوجة يبقوا متفقين على اساس واحد، ان هو احنا هنعمل عقد شركة، العقد ده هيبقى اساسه الحب، واساسه ان احنا نبقى في تفاصيل بعض في البيت وفي الاولاد وفي المساعدات، سواء كان ماديات سواء كان معنوي. لازم طبعا هي رفعت حاجة بأستاذ محمود لوحدها اصلا، هي رد
كامل متكامل على الدكتور امير. يعني الرفع انا حضرتك امانه تيجي عشان طيب يعني خلينا نحط البوست دلوقتي ونطلع فاصل قصير جدا ونرجع للراي هل مع ام ضد. مشاهداتي عزيزات وبناتي حبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي العزيزات وموضوع الفقرة دي هل انتي او انت مع او ضد ان فكرة الراجل يشارك زوجته او مراته ايه الاعباء المنزلية. نرحب بضيوفنا مرة تانية دكتور اميرة يحيى نورتينا استاذ محمود بضبع حيك نورتينا نورك بلاش رفعة الحيك دي عشان احنا بنخاف لو سمحت. لا والله طيب خدنا نبذة صغيرة عن وجهة نظر دكتور أميرة قبل الفاصل وهي قالت إن هي مع جدا فكرة المشاركة في الأعباء المنزلية. حضرتك ليك رأي تاني حابة نسمعه. بصي مفيش حاجة ملزمة تقول إن الراجل يساعد في حاجات البيت لأن الحاجات دي من اختصاص الست. ما تجيش تقول إن الراجل بيشتغل وطفح الكوتة برا ويرجع تقول له أصل المطبخ لسه محدش نظفه، اصل مش عارف الغسيل ما حدش نشره، اصل مش عارف الغسيل عايز يتغسل. الكلام ده مش منطقي ما حدش يستسيغه. النقطه الثانيه يعني مش معنى ان في حاله بقيت مستقره في بيت بالشكل ده نطبقها على باقي البيوت. كل بيت ليه اختصاصه، كل بيت ليه في بيته فيه غساله في الاوتوماتيك بتغسل الهدوم، وفي بيت ما فيش، وبيت لسه فيه طشت، وفي بيت ما فيه بوتاجاز، وفي بيت فيه كانون، وفي بيت فيه ما فيهوش غساله اطباق، وبيت لا. فكل واحد ايه يبقى راضي بحاله. وفي ستات اصلا ما بتحبش جوزها يدخل المطبخ خالص. هاجي اقول لها لا ده انت لازم تفكيرك يتغير، هي دماغك دي هاجي اغير لها تفكيرها ما ينفعش. وبعد كده انت معاكي واد صح؟ ولد لا مخلف عيال كمل وانا تخيل ان انت معاكي واد وربنا كرم وراح اتجوز ورحت تزوريه وانت اصحابك البنات وقاعدين قاعدين عنده في البيت وفجاه مرته قالت له قوم يا محمد مش عارف في فمين غسيل روح اعملهم ولا طبقين في المطبخ روح اغسله. شكلك هيبقى شك قدام اصحابك هتبقي مبسوطه؟ طب هتبقي فرحانه قوي بالموقف ده يعني؟ استنى هو واضح ان هو فاهم لا انت فاهم موضوع الحوار غلط. لا ما فهم لا اسمع استنى ما فهمش غلط. هي البيوت بتقوم على الود وعلى الاحترام والحب استاذ محمود هيك والمشاركة استاذ محمود بس كل واحد ليه اللي عليه وليه اللي عليه. انا استنى بس نفهمك الوعد هنحله دلوقتي. انا هترد اتفضلي. بص حضرتك احنا جايين نتكلم في ايه؟ نتكلم مشاركة الزوج والزوجة في اعباء المنزل او اعباء الحياة عموما. يبقى بنتكلم عن ايه؟ زوج وزوجه تمام؟ ما قلناش ان احنا هنقول للراجل قوم اعمل اغسل المواعين ولا هنقول للواد قوم اغسل الطشت ولا هنقول اللي مش عارفه ايه، لا احنا بنقول ايه بالعقل كده بهدوء كده. احنا جايبين حضرتك النهارده نقنعك بحاجه ومش هنمشيك من هنا غير وانت مقتنع تماما. وليه واجابه منين الثقه دي انت هتقنعيني؟ الثقه عندنا ما انت ممكن انت اللي تقتنع ما ممكن وجهه نظرك تكون غلط. ما هو التحجر في الافكار دي هو ده اساس التحجر مش جاي. استنى بس استنى حضرتك خليني افهمك. انا مصهار احسن ناس وانا من الصعيد برضه احسن ناس وباتقن اللهجه الصعيديه. تحياتنا لاهل الصعيد جميعا سيدات العادات والتقاليد والاصول بتاعتهم ماشيه ازاي. طبعا ده حضرتك طبعاً. راجل صعيدي يعني لا هو فاهم الحقوق اهل الكرم اديها بقى فرصه. خلاص انا كريم وهديها فرصه. ايوه انت كريم ولا محمود؟ لا محمود كمل بس كمل ماشي يا استاذ محمود تمام. فاحنا دلوقتي داخلين في نقطه ايه؟ المشاركه في للزوجين. ما قلناش ده هيعمل ودي هتعمل. الزوجة والزوج شخص واحد كيان واحد. عشان تستقيم لازم تبقى الحياة قايمة على أساس صح. حضرتك جاي النهاردة لازم تتكلم كلام تبقى حاسبه كويس قوي لأن الكلمة اللي هتطلع من بقك هياخدها ولادك وصحابهم والناس اللي بيتفرجوا عليك هيبقى ماشي على أساسها. أنت قدوة ناس كتير زي ما أنا قدوة ناس كتير. حضرتك هتطلع من هنا تقول لا ما ينفعش والراجل والست ابنك هيطلع كده
تمام؟ ويطلع كده وحش ولا ايه؟ وده مش وحش. ايه الوحش بده؟ هو لو طلع كده هيبقى وحش. لو ليه طلع اللي انت بتقوله ده من وجهة نظرك انت يطلع كده وحش. لكن في فرق. الست لما تبقى البنت انت لما بتربي البنات على احترام جوزها، هل ده وحش في حاجه على ان هي تخدم جوزها؟ ده في ايه الوحش في ده؟ بتربي حضرتك والده حضرتك يعني ربنا يخليها لك، هي اللي قامت بالبيت وهي اللي ربت حضرتك. حصل تمام. ماشي. يبقى الست اساس ايه؟ اساس تربية. تربيه الراجل. الام مدرسه اذا عدتها عدت شعب طيب الاعراق. ما هو مثال حضرتك مش هي القدام اللي انت بتقولي فيه. ما هو ده الام دي، بس كل واحد دي دور. مش الام دي حضرتك. حضرتك ما كنتش محتاجه مساعده. هل هي طلبت منك مساعده؟ حد قال ايوه طلبت. ايوه 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 بيطلبوا. نفرض على الرجاله ان هي لازم. مين قال ان هو فرد؟ مين قال ان هو فرد؟ مش هيك ابتديت كلام حضرتك ولا طلب. يا استاذ محمود مش هيك. اسمعني انا اسال، انا مذيعه، ادينا فرصه. طيب دلوقتي حضرتك ابتديت كلامك المحترم بانه البيت يقوم على الود والتقدير والحب. التقدير قبل الحب. التقدير والاحترام والمودة والسكن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم. حصل. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيساعد زوجاته. حصل. في البيت ويقوم البيت ويخيط حذائه، وسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو قدوة للرجال والسيدات. بس دلوقتي في محلات جزم بتخيط جزمنا. ايوه بس احنا احنا قدوه يعني. احنا ما هو في كل حاجه دلوقتي بتحصل. ما هو في ان انا ممكن كزوجتك اقول لك انا ماليش دعوه باعباء البيت. هات لي حد. اسمع بس سؤالي وهسيب حضرتك الوقت كله تتكلم فيه. هات لي حد ينظف البيت بدالي. ما هو بقى في بدائل كتير. لكن في الاول وفي الاخر ده كان بيحصل ليه؟ عشان سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام يورينا انه الحياه مشاركه ما بين الراجل والست. ما هو سيدنا النبي ساعتها كان ممكن يقول لا مش عايزه انضف ومش عايزه اقوم البيت ومش عايزه اقعد حذائي. بس هي طلبت منه من غير ما تطلب. ما هي دي ده الجمال. وبعدين ما كناش عارفين. حضرتك بتقولي طلبت. احنا مش مشكلتنا في طلبت. ده الجمال يا استاذ محمود. ثانيه حضرتك احنا ما كناش عايشين ساعتها. لكن هو في عصر يا استاذ محمود احنا ساعتها ما كناش عايشين عشان نعرف هم طلب منه ولا ما طلبش منه. عليه الصلاه والسلام احنا بنقول الفكره العامه. الفكره العامه انه سيدنا النبي اللي هو قدوتنا ها كان يقوم البيت ويخيط حذائه وغيره وغيره وغيره. فبالتالي هو بيقول لنا ايه؟ رسالة. وحضرتك راجل كبير ومحترم وعقلك كبير ما شاء الله، انه الحياة مشاركة ولا محتاجة اطلب منك ولا بجبرك. لكن في نفس الوقت انا قاعدة النهاردة، حضرتك جاي من الشغل تعبان، بس انا كمان قاعدة تعبانة في البيت ومن النهار بجري ورا ده وبجري ورا دي وبنظف وبطبخ. عندي مشكلة في ظهري، عندي حاجة. لو عيانة ساعتها. لكن لو عيانة بس. ايوه لا ما هو لو في ظرف عندها. تمام يعني ما انت معاك. اوكي يعني انت دلوقتي مع مبدا المشاركه. ما هو من ود المساعده يا ستي. ما هي ما هي مش هتيجي. بص هنتفق على حاجه. اكيد الراجل بيتعب ويشقى ويعمل وهو اصلا شغله كله مطحون بره البيت. بالحاجات اللي انت بتقول عليها دي. اسمع بس. ما انت لو عملت الحاجات دي قاعده. اسمع قولي. اسمع ماشي قول لعلك تستفيد. اسمع. انا لا استفيد برضه. طبعا طبعا احنا جايبين حضرتك عشان لازم تطلع مستفيد من الحلقه. اه ماشي كمل. وتطلع تطبق الـ يعني القواعد اللي هتاخدها. طبعا بس دلوقتي حضرتك قلت انا معاها تعبانه هشاركها. انا ما ضحكتش بقالي 50 يوم. الله يبارك لك والله. هي بقالي 50 يوم قاعده حضرتك. الله يبارك لك. اتفضلي. انت قلت تعبانه هساعدها. حلو. وهي على فكره الست الزوجه لما تحب زوجها بتبقى تعبانه ومش قادره تتحرك ومع ذلك تقوم تعمل كل حاجه لانها بتحبه. طب انت ايه اللي تعبك في الموضوع ده دلوقتي وعماله تقولي لا لازم تسمع انت الكلام اللي انا بقوله. تمام ساكت ادينا هو كمل. ايوه اسكت خالص لغايه لما اكمل. دلوقتي الراجل بيشتغل بره البيت ويومه كله مطحون في الشغل. حلو. اوكي تمام. الست سواء بتشتغل او مش بتشتغل فهي بترجع تقوم بواجباتها في البيت على اكمل وجه. تمام. رجع الزوج والاولاد وبداوا دخلوا في حياتهم وده اتغدى وده اكل وده شرب وده عمل. ايه المشكله ان هو من غير ما تطلب. ماشي. من غير ما تطلب الاولاد بيحولوا الاطباق مثلا يدخل على الغدا وهو بيحول معاهم وقعدوا كلهم على سفره واحده. على فكره الست ما طلبتش ومش هتطلب. تمام. مفيش ست
تعرف الأصول والقواعد بتاعة البيت تقول لجوزها قوم اغسل الطبق ولا قوم اعمل الأكل ولا ما بيحصلش. هو يتبرع ويخش يغسل الطبق. يتبرع كمل. في حاجة بتقوم بالمودة والرحمة والحب، ده الطبيعي واللي متأكدة ان حضرتك بتعمله في بيتك. تمام كملي. حاجة متجوزة تماما. لي 14 سنة وما كنتش كملت ال 14 لو حضرتك ما بتعملش حاجات دي. ان انت بتحب مراتك وبتساعدها وبتحب اولادك وبتقول لهم كمان يا اولاد ساعدوا ماما. ايوه قول للعيال يساعدوها لكن انا تعبان. وانت بتساعدها، ما انت تعبان خلاص. هي لا انا بساعدها بالجول، بساعدها بالجول، هي يعني بتوفر لك وسائل الراحه. ده حاجه كنت بتساعد والدتك في اي حاجه خالص؟ لا لا بتنزل تجيب طلبات. ماشي دي اجيب طلبات صح. يبقى بتساعدها صح. يبقى بتساعدها. لا طب والد حضرتك كان بيساعد والدتك يجيب الطلبات برضو احيانا؟ لا ولو قاعده في البيت على فكره، لان انا امي ما بتطلعش من البيت. طيب ما يبقى ايه ليه ايه ده كله؟ ما قلت لك كل مجتمع له ظروفه. طب الله الدنيا كلها. طب بكل محبه دكتور امينه اسمعي، كل واحد كل مجتمع ليه ظروفه، كل مجتمع له ظروفه. ما تقدريش تحكمي او تطلعي قاعده من داخل اسره او من داخل منزل. احنا ما بنغيرش مجتمع، طبقيها. احنا ما بنغيرش مجتمع. انا عايز اسالك سؤال. احنا بنطلع مجتمع سوي، مجتمع قايم المشهد اللي من النهارده. مشهد ايه؟ بس احنا بنعمل على نفسك بس. ايه ده انت اتكلمت كتير بس. لا ما انا جايه النهارده اتكلم كل الحلقه. لا ما تتكلمش كتير. ثانيه واحده دكتور، ثانيه واحده هو من حقك. انت دلوقتي المشهد اللي انت عماله تحكيه ده شفتيه في يوم من الايام الدراما المصريه جسدته في حاجه؟ ايه الدراما المصريه دي؟ المسلسلات، المسلسلات، الافلام، اي حاجه. لا 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 بص مهدي بس عليا. احنا ما بنتكلمش في المسلسلات، احنا بنتكلم في المسلسلات. هل في مشهد من المشاهد دي اتسخر في الدراما او توظف بحيث ان هو بيوصل رساله يا جماعه، او زي الافلام الاجنبيه مثلا؟ ما انت احيانا في الافلام الاجنبيه بتشوف المطبخ اللي زي الامريكان ده، الزوج واقف وهو ومراته عمالين يطبخوا مع بعض، هو لابس الماريه العادي والعيال هتلعب تحت رجليهم وخلاص. فهم متابعهم مرتضي بالوضع ده، لكن احنا متابعنا ملوش علاقه بالقصه اللي انت تحكي بها دي خالص. الزوج عليه مهام والزوجه برضو عليها مهام، يجمع ما بين الاثنين. ده على فكره اللي انا بقوله ده لا ليه علاقه بالجبر ولا القهر ولا الكلام اللي انتوا ممكن يترجم بالغلط، لان احيانا بعد كده يجي يقول لك اصل انت ضد المراه ومش ضد المراه وبتاع والكلام ده. الموضوع ده ملوش، ما بينتقصش من قدر وحب واحترام وتقدير الراجل لمراته ولا البيت. طيب ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. ما هو برضه مش معناه، ما انا قلت لك مش معناه. مفيش اجبار برضه. انت ما جاوبتنيش على السؤال اللي قلته لك في الاول. مفيش اجبار ولا قاعده. لو جت مرت ولدك كنت بتزوريها وقدام اصحابك وصحباتك وتيجي تقول الولد قدامه روحي يا محمد في طبقين في المطبخ اغسلهم، ولا روح مش عارف نشر الغسيل. ايه مشكله؟ هتبقي مبسوطه نفسيا انت كأم يعني؟ ايه مشكله؟ اسمع بس، مشكله كبيره طبعا. ايه المشكله الكبيره؟ ايه ده ازاي تقول له؟ ازاي ست تقول له مرته تقول له كلمتين دول قدام الناس ولا قدام نفسها؟ لا هي مراته قالت له قوم اغسل. هي مش هتقول. ايوه لا دي ما يصحش. لا ما ينفعش تقول له كده، لكن ممكن تاخده على جنب تقول له حبيبي انا النهارده تعبانه. لا مش تعبانه، هحاول مع اصحابي. لا مفيش ست محترمه تقول لجوزها قوم اغسل المواعين. لا لا قالت له انا تعبانه النهارده فمعلش حبيبي انا عايزاك تساعدني. دلوقتي في ستات كتيره ما بتحبش جوازها تدخل المطبخ خالص. ايوه في طيب ايه اللي مزعلك انت في الموضوع ده؟ ايه اللي زعلك؟ هي مش زعلانه، هي مش زعلانه. لا هي عايزه تفهم قاعده ان لازم الراجل يساعد مرته في المطبخ. احنا مش بنقول ان دي قاعده، لكن احنا بنقول انه وليه لا؟ طالما هما الاثنين بيشتغلوا، طالما هما الاثنين بيشتغلوا وهما الاثنين بيجيبوا فلوس في البيت وهما الاثنين تعبانين وهما الاثنين شقيانين، يبقى ليه لا يشاركها اعباء المنزليه؟ برضه في بيوت الراجل ما بيدخلش فلوس الست في البيت خالص، ملهاش علاقه. وفي بيوت داخلها وفي بيوت ملهاش علاقه بالبتاع. وبعدين هو ايه المشكله خالص. ايه المشكله لو قام شال له طبقين كل دماغه ولا قام غسل له حاجه ولا مثلا شال لها طبق عشان عندها غضروف يعني؟ لا لو عندها لا حقه لازم يشيل لها طبعا، ما يخليهاش تشيل. طيب اهو انت بتلف وتدور وترجع للنقطه اللي احنا. بس ده ظرف هي بتقول عليه. بس ظرف ايه؟ ما هي الناس كلها تعبانه. انا قلت لك قاعده. ليه تعبانه؟ اللي الناس تعبى نفسها ليه؟ ما هو الناس تعبى نفسها. الستات لو عندها قناعه ورضا بكل حاجه الامور هتبقى مرتاحه، ما فيش اي مشاكل. احنا في اي حاجه نفتح الفيسبوك واستاذ. بس هقول لك ما فيش اي حاجه، لكن خلينا نثبت على قاعده. اللي بيعقد الامور اكتر هي اسمع لازم نثبت على قاعده. في حاجه اسمها الاصول ما فيهاش تعدي. الاصول ما فيش واحده هتقول لجوزها قوم اغسل المواعين ولا قوم اعمل حاجه. حضرتك زوجك بيساعدك ازاي؟ ايوه قولي لها عاد
عاد هو ما دام كده انا هقول لك حاجه، انا جوزي لو اقدر ان انا اشيله على راسي هشيله، تمام؟ ايوه انا مرتي برضو باللي بتعمله اشيلها فوق راسي طبعا، واشيلها طيب. فوق راسي على طول، ايه الازمه يعني؟ بس يبقى هي دي المساعده، المساعده ان انت ما تبقاش يعني في عز تعبك وألمك مش هاين عليك تعب شريك حياتك. يا سلام والله يا حكيم، ممكن تقدم معايا البرنامج؟ ممكن تقدم حكيم، ممكن نعمل برنامج جديد انا وحضرتك؟ انا حكيم وطبي، ممكن نعمل برنامج جديد نسميه هو وهي؟ انا مشغول، مش فاضي الحاجات دي. انت بص عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه دلوقتي. هتضحك عليا دلوقتي؟ انا بقالي 50 يوم ما ضحكتش، انا مش قادره اصدق نفسي. هتضحك عليا دلوقتي؟ انت عارف الكلام ها؟ يعني مش عشانكم ستات زي بعض، كلامها جاي على هواكي مثلا؟ انت اسالك سؤال دلوقتي، انت احنا نفتح صلي على النبي، نفتح نشوف الناس بتقول ايه. ادي اول واحده بتقول لك ما فيها حاجه تساعدها في شويه حاجات وهو مقدر تعبها. الثاني مؤيد، ده راجل، لان الزوجه ليست اله. الثالثة مع طبعا الرابعة أستاذ أحمد، كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله أي خدمة أهل بيته، يحلب شاء يحلب الشاه الشاه ويكنس بيته. طب انت ويعمل ما يعمل أحدكم اللي هو الرجال في روحتي يا سيوط قبل كده، مش تقولي أسيوط؟ مسموح مش مسموح نتكلم بهزار؟ لا مش بهزار، ما هي بتقول هو بيحلب الرسول بيحلب شاه، ده كلام الرسول. لا هي انا بقول الناس بتقول ايه؟ ايوه بيحلب شاه، مالك انت دلوقتي ان انا لا. وبعدين احنا مش بنتكلم بس على السيد، احنا بنتكلم عامه، احنا بنتكلم على الراجل والست. احنا بنقول كل ظروف مجتمع مختلفه عن التاني. يعني مثلا قلت لك في بيت في غساله اطباق وغساله في الاوتوماتيك، وبيت في غساله عاديه ما فيهوش غساله اطباق، وبيت بيطبخوا على كانون وما عندهمش بوتاجاز، والبيت اللي ما فيهوش غساله اوتوماتيك في مش في ست قاعده على الطبق اللي بيسموه بالبلدي كده ما بيقصين التشت، شكرا، تغسل وظهرها معمول عليه 3 4 ساعات، مش دي محتاجه حد يساعدها؟ يساعدها يعمل لها ايه؟ يساعد والله العظيم ساعتها عايز اسالك ساعتها يعمل لها ايه؟ فاكر ايه؟ يا بنتي انا محتاجه الكاميرا تصور دلوقتي يساعدها ما وراء الكواليس بني ابيك كتير قوي. يساعدها يعمل لها ايه؟ هي ربنا مقدرها وراضيه بظروفها دي، يقعد مع البيت يذاكر لها، يذاكر لها، ياخد الواد ينزل العيل الصغير اللي عمال يوقوق طول النهار يتمشى بيه لحد ما هي تريح شويه، ماشي معاك في الحياه، يعمل لها حنفيه، يشيل لها طبق، يعمل لها شباك، يشيل اطباق. انت بتبص لي كده ليه؟ انا بسمع كلامك. هو بيبص لي كده؟ انا بسمع كلامك. انا ابتديت اخاف يعني، مش معقول. انا بسمع كلامك. ده ليه رفعلي حجمك يا استاذ محمود؟ ده نقاش ودي بحت بحت، ده ما فيهوش حاجه، احنا بس بنتناقش بشكل ودي جدا، ماشي. العيله هي رضعتها، ياخدها ينيمها هو شويه لانها سهرانه طول الليل. طب ما ده اللي احنا بنقوله عادي. لا ما لكن القصه اللي هي بتحكي عليها في الاول انت قلت له ايه ده كده في الاول؟ بيقول لك يغسل اطباق، مش عارف ايه. لا 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 يغسل اطباق ويغسل مش عارف مواعين وهدوم وبتاع. مين اللي قال على فكره؟ انت كنت قاعد حد تاني غيرنا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، مش احنا ده، مش انت لما بتعيش. طب انت بتشاور عليا ليه؟ يعني هتقبض عليا ولا مش حاجه؟ لما تعيش لوحدك، لو خدت مثلا انا عشت لوحدي كتير وكنت اعمل كل حاجه، بعثه مثلا، خدت شهاده، خدت اي حاجه وسافرت مثلا لندن ولا باريس ولا اي حاجه، واضطريت انك تعيش لوحدك، مش هتطبخ حلو وتكنس وتمسح كل ده وتعمل كل ده حلو، اشمعنى بقى الست لما تيجي تبقى قاعده ومراتك عشان حبيبتك وام عيالك؟ لا لا لا، ومين قال الحياه الزوجيه المفروض ان الست تفضل مكفيه 24 ساعه على وشها؟ ومين قال لك تبقى مكفيه 24 ساعه؟ انت بتشتغل 24 ساعه؟ انا بشتغل 18 ساعه في اليوم. وهي بتعمل ايه؟ مع العيال يا ربنا يقدرها عليهم. احنا ما عندناش نمره المدام بتاعت الاستاذ محمود يا جماعه. ليه؟ ربنا يقدرها عليهم. كل واحد ليه دور في الحياه وفي رساله في الحياه، يعني هما الاثنين بيتشاركوا مثلا في تربيه العيال، بيتشاركوا في مؤيد طموح مؤيد المستقبل، مش عارف ايه الكلام ده. لكن احنا بنقول بالعكس، على فكره انا بقول لك مؤيد ان جداً الراجل جداً ليه دور والست ليها دور، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين بيبنوا مجتمع. ما اختلفناش،
ايوه ما اختلفناش. يبقى ما تقولش انت قلتي. ما بحبش اسلوب اتقول الكلام ده خالص. الناس المعارضه لكلام دكتوره اميره ما يتعدوش رجاله وستات على صوابع ايد الواحده يا استاذ. دول لسه ما اتجوزوش ولسه ما عاشوش كلهم هم متجوزين يا استاذ. في طموح الدباديب ومش عارف ايه وفاهمين ان الجواز ده 24 ساعة حب ودباديب وبتاع والورد والجو اللي بالك منه ده، لكن ما عاشوش في الواقع. لو عايشين في الواقع مفيش واحد هيقول لك يرضى باللي هو بيقول عليه ده. وماله حب الدباديب؟ ايه؟ يعني حضرتك غير مؤيد بالمرة لفكرة ان الراجل يشارك زوجته الأعباء المنزلية، رغم ان انا قلت لحضرتك انه قدوتنا سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام كان يقوم البيت ويخيط حذائه. ايوه رافض طبعا. انا ما قيتش. بتعيد الكلام علشان فاكره ان انا ممكن ارجع في كلامي مثلا واقول لك ان بنسبه ولا بتاع ولا الكلام ده. لا، طالما ما فيش ظروف طبيعيه وما فيش اي مشاكل وهي صحتها كويسه، كل واحد يشتغل شغله، يعني كل واحد يأدي دوره. هو مهامه معروفه وهي مهامها معروفه. مين اللي حط المهام بتاعتها؟ ايه ده محطوطه من قديم الازل. مين؟ مش بني ادمين زي زيك. المجتمع. ايوه المجتمع حاطط. يبقى كل حاجه ممكن تتغير. تتغير للصح ولا للغلط؟ طالما مش كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى كل حاجه ممكن تتغير. صحيح. لا طالما الصح. لا صح تتغير للصح ولا للغلط. طب انا عايز اقول من وجهه نظر حضرتك. لا لا طب انا عايز اقول لك على حاجه. هو بيجي ليه الفتره اللي فاتت دي كلمه ان الست ربت منزل او 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 مهمتها الاساسيه تربيه الاطفال شايفينها ان هي عيب ووحشه؟ مين اللي قال ان عيب؟ لا انا شايفها فيها اعتراض كتير. كل ما نيجي نتكلم في القصه دي غير صحيح. يقول لك لا الست لازم طموح ووظيفه ومنصب ومش عارف ايه ولازم تيجي. كل ست وبنت من حقها انها تقرر ان اذا كانت عايزه تكون ام وزوجه وربه منزل او انها يكون عندها طموح وتحقق ذاتها او الاثنين. بس اهم حاجه القدره واستطاعتها تعرف يا تعمل ده يا تعمل ده يا تعمل الاثنين. بس المقام الاول العيال والناس. طبعا مش عشان حاجه لان دول اللي جاي بعدين. ثانيه واحده. لا طبعا انا عفوا طبعا الاولاد والبيت. أنا لا طبعا الاولاد. لا يا فندم الاطفال والبيت. يا دكتوره اميره انا بعترض. انا اسفه. ده المجتمع اللي يا استاذ يا استاذي فاضل حضرتك دلوقتي بتتكلم في حاجه بره ارادتنا لانه الاولاد رزق. حضرتك ممكن تبقى متجوز وما تخلفش والزواج رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى والشغل رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى واي حاجه في الدنيا رزق. فانا ما اقدرش ارتب اولويات وانا ممكن ما اترزقش بيها. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان اهم حاجه في الدنيا رزق. طب ايه راي حضرتك يا استاذ محمود لو كنت حضرتك اتجوزت وقعدت 10 سنين ما بتخلفش الاولويه كانت هتروح لفين؟ فحضرتك ما تقدرش تحط اولويه غير رزق ربنا سبحانه وتعالى. كنت هتبنى عياله وربيه بس. يبقى ده بسيطة. يبقى ده اختيار مش قاعده مش اولويه. بس لانه الرزق معلش ماشي بس احنا كده بنتكلم معلش فيه. انا معلش انا ست ال 104 مليون دول ال 104 من رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رزقنا ب 24 مليون. من يشاء الذكور وياتي من يشاء الاناث وناس كتير. معلش انا بقول جمله دي مش قران. واللي ربنا عايز يرزقه بالزيجه بيرزقه اللي ربنا عايز بيرزقه بفلوس بيرزقه ربنا عايز يرزقه بعيال بيرزقه وفي ناس ما بيرزقهمش بيه. حلو. هو قدرهم كده. طيب كل واحد واخد حقه 24 جرام. صح. كل واحد واخد 24 جرام. ما ينفعش تقولي ان اهم حاجه في الدنيا الاولاد. طب انا ما عنديش اولاد اموت نفسي؟ ربنا ما اذنيش ان انا اتجوز وعندي 50 سنه اروح اقتل نفسي اقول بلاش لا طموح ولا بتاع؟ جاب الاولاد. جات لي اولاد. نبقى نديهم اولويه ولا ندي اولويه للطموح والوظايف واللف وبتاع والكلام ده؟ ندي اولويه كل شيء. نتقي الله في كل شيء ونصلح النيه في كل شيء. زوجه كانت او زوج ابنه او ابن عمل او قول نصلح نقول ان انا يا رب هعامل زوجي بما يرضي الله وقدرني واعامل اولادي واربيهم بما يرضي الله وقدرني وانفع في شغلي وقدرني. ايه التناقض ما بين اكون ربه بيت وزوجه محترمه وان انا اكون سيده ناجحه في عملي؟ ايه ده ما يجيش على ده. إيه؟ طبعا ما يجيش. اتفق جدا مع حضرتك. ده اهم حاجه. ده ما يجيش على ده. انا اتفق. ليه ده ما يجيش على ده؟
لان انا بدات الناس بدات تمل من المشاكل الاجتماعيه اللي بره. لا 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 يعني معلش اعذرني برضو لازم لا شهرين ما جيتش فبحاول اطلع الحاجات معلش معاك حاجه تانيه عايزه تطلعيها. انا خلاص انا طلعت كل حاجه خلاص فضيتي كل حاجه خلاص شيل بقى خليه كمل بس. فانت دلوقتي يعني ده اهم حاجه عندي ده ما يجيش مع ده ليه؟ يعني انا بقول ده ليه؟ مش 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 باجي على المرأة في حاجة، ولكن اللي أنا شايفه من مشاكل المجتمع اللي احنا عمالين نعاني منها من الشارع تحرش وغلو من المشاكل دي، ما هي نتيجة منين؟ ما نتيجة سوء سلوك وانعكاس للتربية الخطأ اللي جات عندهم في البيت. أحيانا بقيت الناس بتربي عيالها أو التلفزيون هو اللي بيربي العيال أو التلفزيون بيحط إيده في العيال أكتر من الأب والأم. ليه؟ الأم مش فاضية عندها شغل. الأب والأم ما تهدأ. طيب انا اهدي شويه. طيب انا اهدي شويه ربنا يهديكي. احنا وقتنا للاسف الشديد خلص. المهم طلع مقتنع ولا لا؟ مقتنع بايه؟ مقتنع بكل حاجه وهيطلع من هنا هنتصل بالمدام ولا حضرتك انا مش مقتنع. حضرتك اقتنعتي بوجهه نظره؟ لا مش هتقتنع. هو انا ما عرفتش وجهه نظره لغايه دلوقتي ان هو جاي معترض على اعترض عليه. لا اله الا الله. دكتور امينه حضرتك نورتينا. ربنا يخليك. استاذ محمود احنا استمتعنا جدا بوجود حضرتك ولقاء حضرتك معانا. ربنا يخليك. هي انا يعني انا حقيقي استمتعنا ال 150 يوم دي ما عملتش كده في حضرتك معمرتنا. ربنا يسعدك يا بنت دايما. حضرتك عندك وجهه نظر احنا احتفظ بيها لنفسك واستاذ محمود حضرتك عندك وجهه نظر احنا بنحترمها جدا. احنا بنحترم الطرفين وطبعا اعتذر ان انا دخلت في النص بس عشان انا بقالي شهرين مش موجود على الشاشه بالعكس دي احلى حاجه. الحقيقه انه احنا لا مع ولا ضد، احنا كنا بنحاول نسمع وجهه نظر دكتوره محترمه مع وجهه نظر اخرى مع استاذ محترم زميل صحيح حضرتك صحفي مظبوط استاذ محمود. اللي عايز ياخد وجهه النظر دي اهلا وسهلا، اللي عايز ياخد وجهه نظر استاذ محمود اللي رفعنا لحد دلوقتي حاجبه طبعا. اللي على فكره دي حركه لا اراديه. هو مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات ان شاء الله ربنا كتب لنا العمر. اشوفكم بكره الساعه 6 وحلقه جديده من هي وبس.